أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة حساب التكتيك التي ستعلمك كيف تقوم بالتكوينات وكيف تستطيع حسابها حتى النهاية. وهذه السلسلة مكونة من 7 دروس، وكل درس ربما يحتوي على فيديو أو أكثر. درس الثالث من سلسلة حساب التكتيك بعنوان داخل غابة التفريعات، وهو مكون من 2 فيديو. هيا نرى فيديو رقم 1. في الدروس السابقة حللنا بعض العناصر التمهيدية بالنسبة للحسابات، وألقينا نظرة على بعض من التقنيات الموثوق بها لجعل حساباتك أفضل وأكثر كفاءة. لقد حللنا متى تبدأ حساب التفريعات، وكيف تجد النقلات المرشحة، وما هو الترتيب الصحيح لحسابهم. في هذا الدرس سنحلل الحسابات نفسها. على وجه الدقة سأوضح لك كيف يصل الجراند ماستر للنقلة الأفضل من خلال غابات التفريعات بسهولة وسرعة. تخيل هذا، أنت في وسط دور شطرنج قد يكون متوازن ولكن الموقف فوضوي. لقد حددت سابقا النقلات المرشحة ووصلت إلى أفضل ترتيب لحسابهم. ما الذي يجب عليك القيام به بعد ذلك؟ حسنا، نظريا الإجابة بسيطة. في الدرس السابق تكلمنا عن 3 خطوات ضرورية لمختلف الحسابات. أولا، اوجد النقلات المرشحة. ثانيا، احسب كل خط وقيم الموقف النهائي الناتج عن النقلات المرشحة. وثالثا، قارن بين هذه التقييمات واختار أفضل خط. عندما تنتهي من الخطوة الأولى تنتقل إلى الخطوات التالية، تحسب كل نقلة مرشحة وتختار النقلة الأفضل. ولكن كما سترى إن هذا ليس واضحا تماما، إن هناك العديد من العوامل التي تشوش الأشياء، وهذا هو ما سنحلله ونتكلم عنه في هذا الدرس. إليك الشيء الهام الأول التي تحتاج لتذكره. إذا كان هناك اختيار أو نقطة متفرعة داخل أحد الخطوط، عليك أن تنظر في النقلات المرشحة مرة أخرى، وبالطبع عليك أن تكون منتبها للاحتمالات المتاحة أمامك وكذلك أمام خصمك. لا تقم بخطأ تجاهل خصمك، إن خصمك على قدم المساواة معك في الدور. هيا نلقي نظرة على المثال القادم، النقلة للأسود. لنفترض أنك تلعب بالأسود. إنك تحتاج لتحديد النقلات المرشحة لهذا الموقف ثم تحسبهم بالتالي. هيا نحلل النقلة H6 على سبيل المثال. ما الذي يجب على الأسود تحليله في هذا الخط؟ أولا، نحن نرى أن الأبيض لديه عدة خيارات في النقلات هنا، وهذا يعني أنه يجب علينا تحديد النقلات المرشحة للأبيض بعد H6. بوزيره يستطيع الأبيض لعب كوين F3، ولكن رخيه ليس لديهما نقلات منطقية. إذا حرك الأبيض فيلو يستطيع الأسود تكسير قطعة ثقيلة على مربع C1، وفي النهاية يأخذ حصان G5 ويخرج بتفوق مادي. لذلك تحريك الفيل إلى أي مربع لن يفيد الأبيض. حصان G5 يستطيع الأخذ على F7، لكن هذا لن يؤدي إلى أي شيء عدا أنه سيخسر مادة. من ناحية أخرى يستطيع حصان G5 الرجوع إلى مربع F3، وهذه نقلة مرشحة أخرى يجب علينا وضعها في الاعتبار. نحن نحتاج أيضا أن نفحص النقلات الشرسة لحصان E3. لا يستطيع الذهاب إلى D5 F5 وG4، ولكن بالفحص الدقيق سنجد أنهم لن يؤدوا إلى أي شيء. بالنسبة للبيادق، الأبيض يمكنه الأخذ على E5 وهي نقلة مرشحة أخرى يجب أن نضيفها إلى قائمتنا. إجمالا، وجدنا 3 نقلات مرشحة للأبيض: Queen F3، Knight F3 و GE. أريد أن ألفت انتباهك إلى هذه التذكرة الهامة. إذا كان هناك خيار أو نقطة متفرعة في أحد التفريعات، إذن علينا إيجاد النقلات المرشحة لكلا الجانبين مرة أخرى. لا تنسى، عليك علاج والبحث عن احتمالات خصمك بنفس العناية باحتمالاتك. من قائمة نقلاتنا المرشحة، النقلة الأكثر إجبارية للأبيض هي GE، ولذلك هيا نحللها أولا. D takes E5. الأسود الآن لديه عدة اختيارات ويجب علينا النظر فيها مرة أخرى. الأسود يستطيع أخذ حصان G5 أو يأخذ
على E5 برخه أو بيدقه، وهذه ثلاث اختيارات إجمالا. الأخذ على G5 من الواضح أنه سيء، لأن الأبيض إما يأخذ على F6 أو D6، وفي الحالتين يحصل على تفوق كبير. الأخذ بالرخ ممكنا، ولكن هذا يشتت بيادق الأسود. روك تيكس E5، والأبيض سيلعب نايت F3 متراجعا بحصانه الذي كان تحت الهجوم ومهاجما الرخ، مما سيدفع الرخ للتراجع، وقد يليها الأبيض بكوين D4، وهذا يبدو جيدا ومشرقا بالنسبة للأبيض. النقلة DE تبدو هي الخيار الأكثر منطقية، D takes E5. ومرة أخرى الأبيض لديه خيار هنا، ويجب علينا التفكير فيه مرة أخرى. الأبيض يستطيع لعب كوين F3 أو نايت F3 أو يحفظ بحصان E3 للأمام. هذه النقلة نايت D5 تصلح جيدا، لأنه بعد نايت G5 E-G، والأبيض يهدد بشوكة D6 للوزير والرخ، والوزير لا يستطيع عرقلة البيدق من مربع D3 لأن الحصان سيذهب إلى E4 مهددا الوزير، وسيحصل الأبيض على موقف هجومي قوي. هذا يرينا مسبقا أن التفريع بأكمله ليس جيدا للأسود. والتقييم النهائي نرى أن النقلة H6 جيدة فقط للأبيض، ونستطيع أن نسقطها من حساباتنا. لقد ذكرت هذا سابقا، ولكني سأذكرك بها مرة أخرى. إذا كان هناك خيار أو نقطة متفرعة داخل أحد الخطوط، عليك البحث عن النقلات المرشحة مرة أخرى. حسنا، كيف تعرف إذا كان هناك اختيار أو لا؟ عليك دائما التفكير بشأن الخيارات المتاحة لكلا الجانبين. هذا يعني أنك ستفكر بشأن النقلات المرشحة كلما كانت لك النقلة، وكذلك في كل الأوقات حتى عندما يكون لخصمك النقلة. هذا سينتج ما نطلق عليه شجرة التفريعات. لنقل أنه في موقف معين لديك 4 نقلات مرشحة، وخصمك لديه القليل من الردود على كل من هذه النقلات، وفي بعض الخطوط هناك زوج من النقاط المتفرعة أيضا. إنك تحتاج لأخذ ملاحظة لكل هذه الخطوط وتحسبهم جميعا. لا تقف، إن هذا قد يبدو مخيفا، ولكن لا شيء صعب في هذا الموضوع. سأقول لك شيئا ما قد يهدئك، إن مثل هذه شجرة التفريعات الفوضوية ستحدث فقط في المواقف التكتيكية شديدة التعقيد. كما تكلمنا في الدرس السابق، عندما لا يوجد احتكاك بين القطع فإن حساباتك ستكون قصيرة للغاية. وتذكر في الدرس السابق قد أعطيتك تقنيات موثوق بها وتمت تجربتها واختبارها لتبسيط مهمتك. تستطيع باستخدام فهمك العام حذف بعض النقلات بدون أي حسابات، كما إنك تستطيع باستخدام طرق المقارنة والاستبعاد تقليل مهامك الحسابية أكثر وأكثر، وتحذف نقلات أخرى. عندما تحسب النقلات الإجبارية فإن خصمك في معظم الأوقات يكون لديه رد متاح وحيد، والنتيجة النهائية بالأدوات العقلية التي ناقشناها فإن حساباتك يجب أن لا تكون شاقة جدا أو حتى شديدة الصعوبة. ومرة أخرى، إذا كان هناك خيار أو نقطة متفرعة داخل أحد الخطوط، عليك البحث عن نقلات مرشحة مرة أخرى. في معظم الأحيان لن يكون هناك مثل هذا التفرع، ولكن بالرغم من ذلك عليك دائما مراقبة كلا احتمالات الجانبين عندما تحسب التفريعات. السؤال التالي، لماذا يرتكب لاعبي الشطرنج الأخطاء الفادحة؟ إنهم يغفلون عن بعض الإمكانيات المتاحة للخصم. العديد من اللاعبين يعرفون مفهوم النقلات المرشحة، ولكن يستعملونها فقط لبدء حساباتهم الشخصية. يجب عليك أن تنتبه إلى أنه من المهم استخدام ذلك أثناء كل عملية الحسابات. إليك المثال التالي، هذا موقف من دور بين 2 من اللاعبي جراند ماستر أناند وآدمز. لعب الأسود هنا نايت D5 معتقدا أن B5 لا تصلح، لأن الأسود سيلعب نايت تيكس C3
بيشوب تيكس، وأخيرا يأخذ بيدق بي 5 ويفوز ببيدق. ولكن الأسود نسى أن يفحص الخيارات المرشحة في كل نقلة، فإنه بالإضافة إلى بيشوب تيكس سي 3 فإن الأبيض يستطيع لعب كوين دي 3 مهددا بالمات على اتش 7، وبعد جي 6 لمنع المات يلعب الأبيض بيشوب تيكس سي 3 وبيدق بي محمي بالوزير، والأسود سيخسر قطعة ولذلك سلم سريعا. بالعودة إلى الدرس الثاني، لقد حللنا كيف نجد النقلات المرشحة وبأي ترتيب سيتم حسابهم، ولذلك يجب عليك استخدام التقنيات التي أشرت إليها من قبل من الموقف الأولي لحساباتك وفي كل المواقف الإضافية داخل الخط الذي يحتاج لذلك. بالنظر لهذا الرسم التخطيطي العام نستطيع أن نرى أننا نحتاج لتقييم كل خط، ومن هذا سيكون باستطاعتنا مقارنة كل الخطوط ونختار الأفضل. إليك السؤال التالي، متى يجب إنهاء حساب تفريع معين؟ لقد حللنا كل الخطوط واخترنا الأفضل، ولكن متى ننتهي من حساب خط معين؟ إننا يجب أن نجد النقلات المرشحة ثم نحسب الخط ونقيم الموقف النهائي الناتج من النقلات المرشحة، ثم نقارن بين هذه التقييمات ونختار أفضل خط. وهنا يجب أن نؤكد على الخطوة الثانية، يجب علينا الحساب بأطول ما نحتاجه لتقرير حكمنا النهائي. في المواقف الهادئة نستطيع حساب نقلات مختلفة بدون أي حسابات، وذلك بمساعدة فهمنا العام للشطرنج، لكن في المواقف التكتيكية لا نستطيع الاعتماد على الأسباب المنطقية بمفردها. مثل هذه المواقف ذات الإمكانيات التكتيكية للجانبين يجب أن نعتمد على التفريعات الصلبة والواضحة، ويجب علينا الحساب حتى نهاية الخط الإجباري، وعندما يصبح الموقف هادئا أو ثابتا أو واضحا سيكون باستطاعتنا تقييمه ونوقف الحسابات. هيا نتذكر هذه النصيحة العملية، علينا الحساب حتى النهاية في التفريعات الإجبارية. هيا نرى هذا المثال، النقلة للأسود. في هذا الموقف الأسود لديه القليل من النقلات الإجبارية، هيا نحسب على سبيل المثال نايت تيكس دي 3. الأبيض بالتأكيد سيعاود الأخذ بيشوب تيكس دي 3. هل يجب أن يوقف الأسود الحسابات هنا؟ بالطبع لا، فهو مازال لديه خيارات إجبارية. إنه يستطيع الأخذ على دي 3 بأحد رخيه أو يلعب بيشوب اتش 4. وبالفعل النقلة روك اي تيكس دي 3 تفوز، فبعد سي تيكس دي 3 كوين بي 4، والملك الأبيض بدون دفاع أمام كوين تيكس بي 2 تشيك ميت. هل يجب أن نوقف الحسابات هنا؟ بالطبع لا، فالأبيض مازال لديه نقلة إجبارية كوين اي 8 تشيك، ولذلك نقول إذا كان هناك نقلات إجبارية إضافية لك أو لخصمك يجب عليك مواصلة الحسابات كوين اي 8 تشيك، والآن كينج اتش 7 لا تصلح لأن الأبيض سيكمل كوين اي 4 تشيك ويكسر الوزيرين، وبهذا ينهي هجوم الأسود. هل نوقف التحليلات هنا؟ لا، إنه بعد كوين اي 8 تشيك الأسود لديه دفاع مفاجئ بيشوب جي 8، وبعد كوين تيكس دي 8 تشيك تصلح هنا كينج اتش 7، والأبيض ليس لديه كشات إضافية. وإذا قلنا مثلا سيدافع عن المات ببي 3 فالأسود لديه كوين سي 3 والمات قادمة لا محالة. أؤكد مرة أخرى، يجب علينا الحساب حتى نهاية التفريعات الإجبارية. هذه القاعدة لا تطبق في كل الأوقات وقد لا تعمل بنفس وضوح المثال السابق، ولكن يجب عليك استخدامها كخط إرشادي مهم لحساباتك. انظر إلى النقلات الإجبارية، هذا شيء يجب عليك التعود على استخدامه. إذا رأيت أن النقلات الإجبارية مستمرة، أي إذا كان أحد اللاعبين يستطيع القيام بنقلة إجبارية إضافية، عندئذ يجب عليك مواصلة حساب هذا الخط. وعلى العكس إذا رأيت رد طبيعي أو غير إجباري من خصمك، عندئذ تستطيع إنهاء حساباتك. هيا نرى هذا المثال، لقد تعرفنا على هذا الموقف من قبل، ومنذ قليل
حسبنا النقلة H6 للأسود. الأبيض لديه ثلاث نقلات مرشحة ردا على النقلة H6 DE Queen F3 و Knight F3. النقلات DE و Queen F3 هما أكثرهم إجبارية، وكما قلنا نحن نحتاج لحسابهم حتى نصل إلى موقف واضح. لقد حللنا منذ قليل الخط DE وقد كان طويلا للغاية. العكس يحدث مع Knight F3، إن هذه نقلة عادية وليس هناك أي شيء إجباري بالنسبة لها، ويستطيع الأسود الرد بأي نقلة. وهذه نقطة مهمة، إن هذا هو نهاية التفريع الإجباري، وأنت كأسود يمكنك التوقف في حساباتك هنا بالنسبة للنقلة Knight F3. وكحكم نهائي، الأسود دفع الأبيض إلى الخلف، وهذا يجب أن يكون جيدا بالنسبة له. حسنا، لقد ناقشنا متى ننتهي من حساباتنا. هيا نقفز الآن إلى موضوع هام آخر، كيف نقيم الموقف الناتج؟ في الدرس الأول أخذنا نظرة خاطفة على عاملين مفتاح في الشطرنج، إنهما المادة والنشاط. نحن نستطيع تقييم أي موقف باستخدام هذين العاملين. كل شيء سيصبح بسيطا عندما يكون لديك فهم واضح ومتين للأساسيات. هيا نناقش العامل الأول، المادة. كيف يمكنك تقييم الوضع المادي على الرقعة؟ بالطبع تستطيع حساب عدد البيادق والقطع بطريقة آلية، وهذه هي الطريقة التي يتبعها معظم اللاعبين، ولكن هذه ليست أكثر الطرق كفاءة بهذا الشأن. تذكر، نحن لا يجب أن نجد النقلة الأفضل فقط، بل يجب أن نجدها بسرعة. وهنا سأريك بعض التقنيات التي ستسمح لك بتقييم الوضع المادي على الرقعة سريعا وبكفاءة. إليك الطريقة الأولى، بدلا من حساب كمية القطع والبيادق لاحظ الاختلاف. هيا نرى هذا المثال الذي يوضح لنا هذه العبارة. هل يمكنك تقييم الوضع المادي هنا في ثانيتين؟ الطريقة المعتادة للتفكير لا تستطيع القيام بذلك بسرعة كافية. عادة اللاعبون يبدأون في حساب المادة بطريقة آلية، سيحسبون البيادق ويعدونها على كل جانب ليصلوا في النهاية أن الأسود لديه 7 بيادق بينما الأبيض لديه 6 بيادق. إذن الأسود لديه بيدق زائد، ثم سيحسبون أن الأسود لديه رخين بينما الأبيض لديه رخ واحد، إذن الأسود لديه رخ زائد. الأبيض لديه فيلين بينما الأسود لديه حصان واحد، إذن الأبيض لديه قطعة صغيرة واحدة زائدة. وبعد ذلك فقط سيكون في استطاعتهم القيام باستنتاج دقيق بشأن الوضع المادي على الرقعة. إن هذه عملية طويلة، ولكي تكون أكثر سرعة أنصحك بملاحظة الاختلاف بدلا من ذلك. قارن الموقف على الجانبين ولاحظ الاختلاف. مثلا كلا اللاعبين لديهم بيادق على نفس الأعمدة، فيما عدا الأسود لديه بيدق بدون رفيق على نفس العمود، إذن الأسود لديه بيدق زائد. بالنسبة للقطع، بدلا من أن تعد القطع قارن القطع على الجانبين ونحي جانبا القطع المتشابهة. مثلا بالنسبة للوزير، الأبيض والأسود لديهما وزير، إذن احذف الوزيرين. كلا اللاعبين لديه أرخاخ ولكن الأسود لديه رخ زائد، احذف رخ من كل جانب. بالنسبة للقطعة الصغيرة، الأبيض لديه قطعتين صغيرتين بينما الأسود له قطعة صغيرة واحدة، احذفهما معا. ومن هنا يبدو أن الأسود تفوق بفرق مع بيضك. عقليا احذف نفس القطعة المتشابهة وستجد أنك سريعا ستلاحظ الفارق إذا وجد. هذه الطريقة في التفكير ستساعدك لتقييم المادة خلال ثواني قليلة حتى في أقصى المواقف المعقدة. لقد تحدثنا كيف نقيم الوضع المادي في الموقف النهائي، ولكن بينما نحسب التفريعات أنت تحتاج لتقييم المادة في كل موقف من المواقف التخيلية الناتجة أثناء تحليلاتك. وده هو اللي هيكون عنواننا في الفيديو القادم، فإلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقات ممتعة وإلى اللقاء. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.